حوالي 50 مادة على الأقل في هذا الدستور تخص صلب اهتمامهم وعملهم، المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا مواد التمييز تخص العمل، لأن العمل والعاملين في مجال العمل من أعداء التمييز، ضد التمييز على طول الخط، وبالتالي فإن مواد التمييز التي جاءت ضد التمييز واعتبرته جريمة في الدستور هي مواد تخص أيضا موظفين وزارة العمل. هؤلاء الأبطال عليهم دور كبير جدا بعد إقرار الدستور إن شاء الله، وبنسبة لن يتصورها أحد فوق مستويات التصور البشري العادي الذي لا يراعي مدى عبقرية هذا الشعب المصري العظيم. بعد إقرار الدستور سوف يقوم دور هؤلاء الأبطال في تنفيذ ما جاء بالدستور من حقوق اقتصادية واجتماعية كنا محرومون منها من قبل، ما جاء به من حريات عامة وحريات نقابية. هؤلاء الأبطال هم المنفذون الحقيقيون على الأرض لهذه المواد الدستورية. نحمد الله أن هذا العقد الاجتماعي الذي جاء تعبير عن المصريين لم يفرق بين مصري ومصري، بالعكس أدانا وجرم التمييز. هذا الدستور الذي يوحد الأمة خلف عقد اجتماعي واحد نبني به إن شاء الله مصر الجديد. طيب ساعتها قلت 50 مادة معنية بهؤلاء العمال والعاملين، من خلال لقاءاتك مع عاملين، إيه المادة اللي شايف إن الناس أو العمال متشبثين بها وشايفين إن هي نقلة فعلا إلى المربع المتقدم؟ كل واحد فينا شايف لي في هذا الدستور نسبة لا تقل عن 90% من طموحاته، لا تقل، وده اللي خلاه الدستور توافقي. لو أنه دستور يخدم جماعة واحدة أو عشيرة واحدة أو اتجاه واحد كنت هتلاقي بقية البلد زي ما حصل في دستور العار الذي أسقطه الشعب المصري، كان يبقى الناس في حالة غضب من هذه الوثيقة. إنما كل منا يشعر أن له بصمة في هذا الدستور، له حقا يجب أن يصان في هذا الدستور، وبالتالي فإن المصريين جميعا سيقبلون على هذا الدستور، وأنا سأنتظر. والعمال، العمال دول مصريين، ما هم مصريين، ده أساس المصريين، المنتجين المصريين، قوى الشعب العاملة، دول أكثر ارتباطا بهذا الدستور من أي وثيقة أخرى، لأنها تعبر عنهم وتم الحرص على طلباتهم فيها.